كذبة جديدة يخرج بها اليهود، حيث نشر موقع إسرائيل بالعربية ما أسماه بالحقائق الدامغة عن الاعتداءات المزعومة التي تعرضوا إليها في الدول العربية وشمال إفريقيا في القرنين 19 و20. الجزائر من بين الدول التي ذكرت في الكذبة اليهودية حسب المؤرخين، حيث جاء في هذه الأحداث أنه في يوم سبت من عام 1805 قالوا عنه أنه سبت أسود بالنظر لمقتل مئات اليهود فيها. الموضوع هذا تاع الغريب عليه راه ما كاينش منه، علاه؟ لأن هيمنة اليهود في الجزائر، في السلطة في الجزائر من 1792 بعد تحرير البحرين هيمنة كبيرة، لأنها داخلين في كل دواليب السلطة، خاصة في المجال الاقتصادي. ولذلك العائلات الشهيرة اللي هي معروفة في التاريخ، عائلة بوشناق وعائلة بكري، مهيمنين في السلطة. ولذلك كانت حتى العلاقات الخارجية بين الجزائر وفيروطة وغيرها من الدول التي كانت تهيمن على البحر المتوسط. اليهود ومن وراء هذه الكذبة التي أريد بها تشويه تاريخ الجزائر، ولحاجة في نفس يعقوب تتمثل في مساندة الجزائر شعباً وحكومة لفلسطين. يظهر بأن الهدف اليهود الآن أصبحوا ينشرون دعاية في العالم بأن اليهود دائماً هم ضحية، ويربطونها مثلاً بمساندة الجزائريين اليوم للقضية الفلسطينية، مساندة مطلقة، مساندة ذات بعد يعني تاريخي حضاري ثقافي إنساني إلى غير ذلك. لا سبت أسود إذن، ولا يزال اليهود يختلقون الأكاذيب حتى يظهرون في ثوب الضحية. كيف لا وقرآننا يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.